والله أعلم. فصل في ذكر الملاك الملائكة. قال ابن كثير عن ابن عباس والضحاك: أول من سكن الأرض الجن، فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضا، فبعث الله إليهم إبليس في نفر من الملائكة فقتلهم وأجلاهم إلى جزائر البحور وأطراف الجبال. إبليس هنا هو والله أعلم الحارث لوسيفر، إبليس الملائكة الذي خلق من نور، وليس عزازيل الذي سيجدونه وهو صغير من صغار الجن في هذه الحملة، فيأخذونه إلى السماء الدنيا فيصبح أعبد الملائكة هو كذلك، وهو أصلا من الجن، ثم يندمجان في جسد واحد بما يعرف بالاندماج الجبتي أو الاندماج الطاغوتي. يؤمنون بالجبت، أي شيطانان في جسد واحد يندمجان، لوسيفر أو الحارث وعزازيل في جسد واحد، أحدهم من نور والآخر من النار. وهذا الاندماج حدث قبل أن يخلق الله آدم بينهما، والله أعلم، لتكوين شخصية جديدة ونفس خبيثة التي سماها الله إبليس. فصل الفرق بين الملائكة التي عند الله التي خلقت من نور، والملائكة التي وصلت إلى درجة الملائكية بعملها الصالح من الإنس والجن والخلق الذين نعلمهم. التي خلقت من نور لا تعصي الله تعالى على العموم، على الأكثر ما تؤمر، ولا تستفسر عندما يصدر الله حكما. أما من مثلا إذا أمرهم أن يعذبوا قوم مباشرة يعذبونهم، أما من وصل إلى درجة الملائكة فهم مخلوقات لها مشاعر وعقول تستفسر عن أحكام الله. مثلا إذا سمعوا بأن الله سيعذب قوم طلبوا منه أن يرحمهم ويلطف بهم ويعيذهم ويعود عن قراره وحكمه، خصوصا إن كان فيهم بعض المؤمنين، أو عندما أراد، أو مثلا عندما أراد الله تعالى أن يجعل خليفا في الأرض قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك، أي هم أحق بالخلافة في هذا المسألة من هؤلاء، لكن الله تعالى أجابهم: إني أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، أي هم كانوا يضمرون شيئا الله أعلم به. سبحان الله، والله أعلم. فصل ما هو الشيء الذي خلقه الله تعالى من نور؟ جيم، هو حتما جسد الملك الذي تسكن فيه روح الملائكة. سين، ما هو الشيء الذي خلقه الله تعالى من النار أو مارج من نار؟ جيم، هو حتما جسم وجسد الجني أو الجان الذي تسكن فيه روح الجني أو الجان، فروح الجني والجان من روح الله تعالى، والله أعلم. سين، ما هو الشيء الذي خلقه الله تعالى من طين؟ جيم، هو حتما جسم وجسد الإنسان الذي تسكن فيه روح الإنسان، فروح الإنسان من روح الله تعالى، والله أعلم. فصل، قال الله تعالى: ما لك لم تكن من الساجدين، أي إبليس، أستكبرت أم كنت من العالين؟ العالين من الملائكة الذين لم يستطيعوا أن يسجدوا بسبب علة، منهم من كان من العالين، ولكن إبليس كان الوحيد الذي لم يسجد استكبارا ولم يكن من العالين، لم يكن مريض، ما بي لم يكن